بالتأكيد هذا القانون كان في مقترح من لجنة العشائر وليس في هذه الدورة فقط، يعني هي كل الدورات اللي الدورات السابقة الأولى والثانية والآن الدورة الثالثة كان مطالبة بهذا القانون باعتبار المادة 45 ثانيا نصت إلى احترام العشائر. الأليف كان نصت على احترام المجتمع المدني، وباء نصت على احترام العشائر والدولة أن تؤدي إلى نهوض، بدون ذكر أنه يؤول ذلك إلى قانون أو ذلك ملزم بتشريع قانون. إذا القانون غير ملزم دستوريا؟ لا لا لا، هو الدستور يعني إذا سكت من حقك أنت بناء على الأطر الدستورية والمخالف الدستورية. أقصد أن القانون مو ضمن 75 قانون القوانين الدستورية. الدستورية مو ضمنهم. جيد زين. فأجى المقترح في من لجنة العشائر، وزيارة صارت إلى السيد الرئيس أكثر من مرة، باعتبار المادة 60 أشارت بأنه مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء، وبالتالي إعطاء القانون صفة مشروع القانون أن يأتي من رئاسة الجمهورية ويكون ملزم بمناقشته في مجلس النواب، يبقى التصويت من عدمه هذا قرار لمجلس النواب. فأجى القانون واتصلنا في الإخوان في لجنة العشائر وأيضا شخصيات عشائرية مهمة ووزارة الداخلية بأنه الآن العشائر، طبعا لا ينكر دور العشائر، المجتمع العراقي، أنا ما أقول مجتمع عشائري ولكن المجتمع يتكون الجزء الأكبر منه من العشائر. طبعا العراق دولة مدنية من 100 سنة، نعم بها دستور وبها قانون ودولة مدنية، ولكن يعني النسبة الغالبية من المجتمع العراقي هو مجتمع عشائر، عدا بعض مراكز المدن الأساسية تنتمي إلى عوائل، وكلهم عراقيين مساوي المفروض بالقانون، ولكن ينتمون إلى أصول عشائر ويعتزون بالأصول العشائرية. العشائر على مدى تاريخ العراق كانت ظهير وبديل للدولة في 1991، في 2003 عندما تسقط الدولة بسبب عدم الاستقرار السياسي، بسبب الحروب، بسبب الاحتلالات، يبرز دور العشائر بعمل شبه منظم في كبديل للدولة في الأمن، في الأمور، في الخدمات. أيضا اليوم المتصدين في كل الموضوع الأمني والخدمي وحماية أمن العراق هم أبناء العشائر، معظمهم من أبناء العشائر. العشائر بها أعراف، كانت أعراف ممتازة في العشائر، في خلينا نقول الأعراف، كل ما تقدمت الأعراف كل ما كانت قديمة كانت أكثر ثباتا في يعني أعراف العشرينات والثلاثينات والأربعينات، ورثناها بأنه حتى يعني صاحب الجريمة المخلة بالشرف العشيرة ما تنهضها.